نتيجتك لانا، نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس علمي وأدبي عبر وزارة التربية والتعليم الرسمي mu.gov.eg. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن وجود رابط إلكتروني للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني على الإنترنت، كما يتم إتاحة النتيجة من خلال العديد من المواقع الإلكترونية الرسمية، على أن يتم اعتماد النتيجة في مؤتمر صحفي خلال الساعات المقبلة للإعلان عن نسبة النجاح العامة وتوضيح أسماء الأوائل، ومن ثم تعلن النتيجة على موقع بوابة المعلومات التابع إلى الوزارة. وقد أشارت العديد من المصادر إلى أنه نتيجة الثانوية العامة هذا العام مباشرة ومطمئنة بسبب ارتفاع نسبة النجاح في العديد من المواد المختلفة. رابط سريع نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس. يمكن لجميع الطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس لعام 2022 إلى 2023، وذلك من خلال موقع بوابة المعلومات التابع إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تم إعداد قائمة بالعوائل الطلاب والذي يبلغ عددهم أكثر من 30 طالب وطالبة. بالإضافة إلى ذلك، أنه من المقرر الإعلان عن النتائج بحد أقصى يوم الأحد 30 يوليو 2023، وفي حال رغبتك في معرفة نتائج الصف الثالث الثانوي العام، فما عليك سوى اتباع الخطوات التي قم بالدخول لي. بوابة مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم المصرية. قم باختيار نتيجة الثانوية العامة 2023. قم بكتابة رقم الجلوس واسم الطالب كامل. تأكد من كتابة البيانات دون أخطاء إملائية. اضغط على عبارة أظهار النتيجة وستظهر أمامك خلال لحظات. نسب النجاح في مواد الثانوية العامة 2023. وضمن فعاليات إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023، تم الكشف عن نسبة النجاح الخاصة بكل مادة مقررة من مواد الثانوية العامة. مادة اللغة العربية 90%. مادة اللغة الأجنبية الأولي 91.3%. اللغة الأجنبية الثانية 91%. مادة التاريخ 90.2%. الجغرافيا 91.6%. مادة الفيزياء 91%. الكيمياء 88.9%. مادة الجيولوجية 91.9%. الرياضيات التطبيقية 88.5%. مادة علم النفس 93.9%. الفلسفة والمنطق 91.9%. مادة الأحياء 90.96%. مادة الرياضيات البحتة 89.7%.